عليكم ورحمة الله وبركاته. اقول لكم النهاردة ازاي هنعمل الكول سلو، ازاي هنعمله سهل جدا ومش محتاج اي حاجة. اول حاجة هنجيب الكرنب وهنقطعه بالسكينة كده شرايح كده بالطول، وبعدين هنرجع تاني نقطعها بالايه بالعرض، تمام. بعد كده هنجيب سلطانية، وسلطانية كبيرة على حسب الكمية، ونحطها فيها، وهنحط معلقة مايونيز، معلقة مايونيز، معلقة زبادي، معلقة سكر، ومعلقتين كبار خل بس، وهنقلبهم مع بعض لحد ما يبقوا كده. بعد كده هنحطهم في التلاجة لمدة ساعة لحد ما يتشربوا من بعضهم، ويبقى ياخدوا من بعضهم الطعم، ونفس ورق الكرنب بياخد من الطعم.